حنا شو حنا باش نكونوا موضوعيين، راه مساله يمكن نغيروا الزكي ونبقاو في نفس الوضعيه، ماشي حل. الحل هو نجلسوا فوق طاوله الحوار ونتناقشوا كحكماء واحد الاسلوب اللي هو رازين، نقبلوا النقد والنقد البناء يكون، ونخليونا فهمتي من التشنجات اللي هي هامشيه، لان الكل يكذب عليك شي واحد سواء كان مع او لا، هذه راه كتجبر في الجوهر كل شيء، الحب ديالو للفريق ما يمكنش يزايد فيه شي واحد، ما كاينش المزايده في الحب ديال الفريق، اللي كاين هذا كيشوفها بهذا الاسلوب، هذا كيشوفها بهذا الاسلوب. اذا حنا الا غنخليو الزاكي فمن طبيعه الحال خصنا نضبوا المرحله ما بعد الزاكي. ملي كنقول المرحله ما بعد الزاكي، يمكن بان وضعنا مشروع ما درسنا شي دراسه دقيقه، يمكن فرغنا الفريق من عناصر واللي ما وجدناش اللي البدائل ديالهم، عاود غادي نربطوها دائما بالجانب المالي، ولكن لا، كان في الامكان ديالنا نمشيو بالتدرج. الا مشينا بالتدرج كنا ربما غادي نربحوا واحد الرهان اللي غيعطينا واحد القفزه نوعيه اللي يمكن نمشي بواحد الاريحيه افضل من هذه الوضعيه هذه، لان هذه وضعيه هي في مقلقه بمعنى الكلمه، حيث دابا غادي يدخل الجانب النفسي، ومن كيدخل الاحباط النفسي والاحباط الذهني فكيولي صعيب باش الانسان يخرج. واخا تجيب اي مدرب كيف ما بغى يكون النوع ديالو، اللي كاين هو خص تكاتف الجهود من جميع هذه، لا استحالة مطلقة، لأن نفضل ماشي مع احتراماتي فهمتي الإطار الوطني وفهمتي القامة الوطنية الكبيرة بدو الزاكي، فهي مسألة ربما يمكن أخطأنا في التصور ديالنا، لأن ما يمكنش يكون مشروع ومشروع حنايا في ظل واحد القاعده جماهيريه كبيره، في ظل واحد الطموح اللي هو كبير والانتظارات الكبيره ديال المدينه، غنقولوا باننا غادي نعملوا مشروع ديال 4 سنين، وغادي تنتظر بان الجمهور غادي ينتظر حتى يكتمل هذا المشروع. فالمشروع خصو يبدا منين خصو يبدا؟ المشروع خصو يبدا من القاعده. اذا خصنا ديك الاقسام الصغرى نهيكلوها، نجيبوا اداره في المستوى، نجيبوا كذلك ناس اللي هما غادي يشتغلوا بواحد فهمتي واحد الفيك معقل واحد الفيك احترافي، باش اهم حاجه، لان من ثم غيبدا البناء ديال المشروع. اما المشروع نبداوه من القمه، استحاله مطلقه يمكن ينجح، مع احتراماتي هذا وجهه نظر ديالي كتبقى، لان هي مساله دابا حنا هنايا ما يمكنناش نحدوا المسؤوليه ونقولوا بان مشكل في المكتب او مشكل في هذا المكتب او في مشكل في المكتب السابق او في المهدي. نخليو هذه الاسطوانه ونكونوا موضوعيين، خص نامنوا باننا كل واحد فينا خصو يامن بان الفريق خصو يتهيكل. المشكل ديال هاد المكاتب كاملين كيكونوا محاصرين، وانا بعض النوبات اش نقول لك كنوجد لهم الاعذار، علاش؟ كيكونوا محاصرين بالنتيجه. اذا كنت محاصر بالنتيجه اذا بحال وكانك مقيد، ما عندكش استقلاليه. لا، انا كمؤسسه عندي مشروع ديالي، عندي برنامج ديالي نشتغل عليه، لان الفارق في غياب مثلا، لان عاود ما نساوش لان ملي كنقولوا المكتب راه كاين ناس اللي تما هما فهمتي عندهم امكانيات اللي يعطيو اضافه، كاين ناس اللي هما داعمين من ناحيه هذه، داعمين بمعنى الكلمه، ولكن ما كافياش، خص واحد الهدنه، وهذه الهدنه خصها تكون هدنه ذهنيه، هدنه نفسيه، هدنه فكريه، هدنه ديال كيفاش نضبوا المرحله. فنضبوا المرحله من طبيعه الحل، فخص في اقرب وقت خصنا واحد الانتصار. الى اي واحد الانتصار نوعا ما غيعطي الباسيس ديال الامل، وديك الباسيس ديال الامل غادي يعطي واحد الدفعه، لان يمكن الانسان يفكر في المستقبل. عين نتمنى ان شاء الله بحول الله، حنا كابناء ديال الفريق فحنا الايدي ديالنا مفتوحه للفريق ديالنا، حنا ماشي بالعكس، حنا لا نلغي على الفريق، لا نلغي على المدينه ديالنا، الفريق ديالنا حنا تعبنا فيه، حنا قاسينا وعانينا وفهمتي كل واحد وشنو النوع ديال المعاناه اللي عانى في الفريق. حنا ما كنقولوش بان، ولكن كنقولوا حاجه واحده، حنا الفريق ديالنا ولله الحمد مني التعيين ديال المكتب صيفطنا تهنئه، في الظرف ملي كانوا اللحظه ديال هادي اش كيقولوا له صيفطنا طلب اللقاء. حنا دائما مساندين الفريق، ولكن كنظن انا على الصعيد العالمي الابناء ديال الفريق كيكون عندهم واحد الدور، دور على الاقل ديال الاستشاره ديال المشروع وديال فهمتي ديال تبادل الافكار، لان على الاقل الى جلس سيني
ربما أتحملني أنا مسؤولية، إلا وقع شي فشل لا قدر الله أن كنت أنا طرف فيه. المعطيات ديال النجاح خصها حاجة واحدة، كيفاش نضبوا الأمور ديال أو كيفاش نجبوا الأدوات ديال النجاح باش نمشيو نبذل الأمان، وبغل الأمان بأن الفريق غيكذب عليك شي واحد. حنا ما كاينش شي واحد ما باغيش بان الفريق فحال اللي عشنا من الحامه ديال هزينا الدرع ديال البطوله في 2018 على ما اعتقد. فكل واحد كيطمح الا الفريق ديالو يكون دائما في الصفوف الاولى. نتمنى التوفيق للجميع، نتمنى بان تعبأ الجميع، نتمنى بان نترفعوا على المتاهات ونتوفوا على ديك القيل والقالب في المسائل اللي هي ربما ما تعطي حتى شي نتيجه، بقدر اننا كل واحد اللي في الموقع من المواقع اللي موجود فيها اللي يمكن يمد يد المساعده للفريق ديالنا الام خصو يمد يد المساعده، فما عندها علاقه لا باشخاص لا بالسيد الرئيس ولا بالنائب ولا باي ولا بالمكتب بغمته، بقدر ما هو طنجه فوق الجميع.